السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد، واكيد كيف العاده ما تنساونيش ملي لايك والتعليق الزوينه ديالكم، وما تنساوش كذلك الاشتراك في القناه باش دائما يوصلكم الجديد. هنا اول حاجه بديت معكم بها نهاري بالنسبه لهاد البلايك هادو اللي كنت خديت من عند عادل ديكو. المهم هذيك اللي جات للفرن راه لاحظتوا هذاك النهار تكمشات شي شويه. شوفوا الناس اللي كيسولوني واش صدق رائع، عطى واحد المنظر وواحد الاضاءه زوينه الكوزينه، غير هو ما كيبغيش العافيه. مثلا جهه العافيه ديري شي بلونش بعديه، اولا ديري شي زجاج ديال الفران، المهم حاولي تبعديه على العافيه. اما هو صراحه فكره لي زوينه، ويني كتقام عليك باقل تكلفه وكتعطي واحد الاضاءه زوينه. صافي هنا كما شفتوا حيت ديك الاولى حاولت نشد العبار، ودوك العروقه كيف ما كتشوفوا كنحاولوا نديروهم غاديين مع الاخرين، يعني العروقه كيبقاو غاديين باتجاه واحد. بالنسبه لعادل داكو سولتوني عليه بزاف في الفيديو الفيت بعدا، شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم مع الفيديو الفيت، الله يكبر بكم. ان شاء الله هاد المره غادي نحاول نشارك معكم المحل ديالو ونشارك معكم الناس وندير لكم هكذا واحد الجوله خفيفه. بالنسبه لهادو راه عنده في جميع الالوان، ايوا كما قلت لكم خطكم داس عليها الغبريه من مورا دوك الاصلاحات. ايوا دسا كذا باش نخمل بيتي. اول حاجه جريت هذا الكوافوز، هذا مره كنجرو ولكن صراحه بيني وبينكم ندمت مني ما درتش له الجرفليكس ملي كانت خاويه. والله الجرفليكس شي حاجه لي زوينه، كتعطي منظر زوين وكتهناي كما شفتوا معايا اختي الحلفه وحكيت داك الحيط مزيان، نقيته مسحت كل شيء، بصح السرجان، بصح الام دي اف. ايوا دابا غادي ندوز باش نقاد ناموسيه وصيقت البيت حتى هي كيف ما شفتوا معايا بعد ما غسلت الحيط. دابا ان شاء الله غادي ندوز باش هكذا نفرج. بالنسبه للكوافوز حتى هو مره كنمسحو بداك البرودوي ديال الام دي اف، مره كنمسحو باجاكس، حيت هاد الكوافوز اختي مشاركه معايا ريام. سبحان الله ملي كتكون عندك بنيته كتولي مشاركه معاك كل برودوي ديالك بلا كلشي الله يحفظها ليا يا ربي. المهم هنا بالنسبه لهاد الاسمات يلا خديته من عند عبدو شي 4 ايام، هادي خديته في البيج طوب، كنت واخده عنده واحد المصفر ما كانش عاجبني. صافي هذا خديته بحلوين ديال الخاميه، بحلوين ديال لاطيش دولي. بالنسبه لهادو زوينين عنده، يعني الاسمه طلب بجويه ديال المخاد داير ليهم 100 درهم، والا بغيتي ديال القطن راه كيفصلهم ليك بحال اللي داروا بزاف ديال الناس اللي كنعرف منهم. نيت صاحبتي خاوله ديال القطن ثاني كيتقاموا زوينين وما زيدين شي شويه على هادو. بالنسبه لذاك اللي حيت هو هذاك اللي شفتو معايا، حيتو داك المصفر وفرشت هاد الكوفر لي هذا. صراحه هذا كيبقى من احسن الكوفر الكوفريات اللي عندي، كيعجبني بزاف وكيجي مواتي مع الخاميه مع كلشي. ايوا هنا اخر حاجه دوزت هكذا واحد التشفيفه بداك المعطر باش تبقى لي هكذا رويحه زوينه في البيت، وشعلت التيفيزور وهذه هي النتيجه، واحد الراحه نفسيه. وهاني رجعت معكم. المهم يلا خرجت دابا من الدار، غادي دابا ان شاء الله الانزكان. كما كنقول لكم دائما ديما انا انزكان كنمشي الوقيته ديال الغدا كتكون الدنيا شي شويه خاويه. المهم غادي نمشي ان شاء الله عند الاخ رضوان، غادي ندير ان شاء الله هذا المرسو ديال البارداج حيت صافي الزاد وجدوا البونج وجد. شوفوا راه كنشارك معكم اي حاجه قبل ما توجد، راه كنحسبكم بحال راسي كندير بالراي ديالكم، كتعاونوني في الاختيار. يعني ماشي حتى فرشت جيت قلت لكم هاني فرشت، بالعكس كنشارك معكم اي حاجه كنديرها اولا اي حاجه قبل ما نديرها. المهم بقيتوني دابا ان شاء الله كما قلت لكم غادي نمشي عنده باش يدير لي هذا اللون هذا في السدادر. المهم قال لي البونج راه واجد، الخشب خصو غير يتصبغ. المهم هذا باش غادي ندير ان شاء الله هذا المرسو. بالنسبه للطليمطات يلا غادي يجيو، غادي يجيو من برا. المهم اختاريت اللون اللي بغيت، شي حاجه واعره. غادي ندير ان شاء الله المطروز، شي حاجه بالصم مخدومه واعره. المهم انا مش هي صالون بلدي على حقو طريقو. المهم هذا الشيء اللي كاين، الا لقيت ما نشارك معكم راه غادي نصور لكم. المهم خليكم معايا ان شاء الله. غادي نمشي واقيلا عند فولار سيداتي، جبت معايا ديك العبايه ناخذ ليها الشال ديالها، والا بقات لي الوقت غادي نمشي لماي باتيس لان ما بقى عندي والو. ريم كتقول لي ماما كوكيز، كنقول لها الشوكولا ما كاينش، كتقول لي ماما براونيز، كنقول لها الشوكولا ما كاينش. المهم تسالت لي شحال من حاجه، الا بقات لي الوقت راه غادي ندوز عندهم. المهم ملي درتها غادي نشارك معكم وخليكم معايا.
وهنا جيت عند فولار سيدتي. بالنسبه للناس ديالهم هنا كما كتشوفوا اللي من ديالي هنا اللور ديال صحارى مول راه كيتبنى حداهم واحد المول هنا، راه هما اللي في مقنتين هنا، او الا جيتو من الشارع الرئيسي راه كاين اتصالات المغرب كندخلوا مع قيصريه شهرزاد، راه معروفين فولار سيدتي. فيما كنوحل فيما كنبغي شي حاجه هماويه شي حاجه انيقه كنقصد المحل ديال فولار سيدتي. تبارك الله حبيب، تعامل زوين، البنات كاملين تعاملهم زوين، كيعاونوكم في الاختيار، وكما قلت لكم كتلقاي عندهم اي حاجه بغيتيها او لا اي بياسه كانت عندك كتلقاي ليها الشال او لا الفولار اللي غادي تواتريك معاهم. المهم هنا جبت العبايه ديالي، يلا هنا ويا ان شاء الله لبسها ايوا شيت هكذا. المهم ما كنبرزطش راسي، كنحط لهم بياسه ديالي، هما كيجدوا لي بزاف ديال الاختيارات وانا كنختار. تبارك الله عندهم داك الشيء زوين، واكثر حاجه كتعجبني في المحل عندهم انه الشال اللي كتكوني لابسه ما كتلقايش ناس اخرين لابسين بحالك. تبارك الله عندهم واحد الاختيار كبير، وكتلقاي عندهم اخر ما كاين. واكثر حاجه كتعجبني عندهم هما لي شال ديال المناسبات، عندهم لي شال ديال المناسبات شي حاجه واعره شي حاجه انيقه. تبارك الله عندهم داكشي زوين وعندهم اثمنه مناسبه. ان شاء الله غنخلي لكم هنا الانستغرام والرقم ديالهم. هنا كما قلت لكم جبت العبايه ديالي، راكم عارفيني انا دائما لي شال ديالي كناخذهم من عند فولار سيداتي. ايوا صافي كنحط لهم العبايه، ما كنبرزطش راسي وما كيختاروا لي. شوفوا تبارك الله كيفاش جا مزال هذا، عجبتهم بهذا العبايه، عبايه خطيره والله الا تبارك الله، وجات معها تبارك الله. المهم بالنسبه للشال قالوا لي غيجيك بحال هكذا ابيض، لازم احسن شال تقدري ديري ليها. حتى بالنسبه للعبايه بانت ماشي بحال الزواق او لا حيت الدجل التحتاني ديالها ابيض. وهنا اختاريت هذا الشال، هذا اختاريت شال سامبل في لي زيسترات باش هكذا ما بغيتش نزوق، باش هكذا ما نجيش ثاني مشارجي. هنا كما شفتوا معايا تبارك الله راه كل يومين كل 3 ايام كتدخل سلعه جديده. هنا لقيت حبيب ندخل هكذا ديكاب واعرين ديال المناسبات، كنتي لابسه قفطان تكشيطه شي غوب معروضه كتجي هكذا داخله القاعه، اولا كتدخلي لابسه كتباني انيقه وكتبان لابسه هماويه. تبارك الله جابوهم في بزاف ديال الوينات، ان شاء الله غادي نشاركهم معكم دابا. واللي زوين فيهم هو انهم اي وحده تقدر تلبسهم، كنتي غليظه كنتي رقيقه اي وحده كيجيو معاها. وجاب فيهم الوينات واعرين كيجيو على هذا الشكل هذا، وكيجيو فيهم البروش هنا كيف ما كتشوفوا، صراحه شي حاجه هماويه. واللي عجبني فيهم والكول ديالهم كيجي واقف، يعني كتبان يا اختي الاناقه. المهم هذا الاول، هذا اللون الثاني واحد البيج داير بحال الا مخطط. المهم تبارك الله عندهم الاختيارات في كل شيء، سواء كيعجبك الحاجه مشارجيه سواء كيعجبك سامبل. حتى بالنسبه لي شال لي شال عندهم سامبل، عندهم لي زيست خاص، تبارك الله عندهم جميع الاختيارات. هنا بالنسبه لهاد لي كاب هادو كما كتشوفوا احسن نوعيه ديال فوغيغ، شي حاجه اللي واعره. شوفوا تبارك الله كيفاش كيبان الكاب واعرين، صراحه حمقني الكحل حمقني كلهم واعرين. شوفوا لي هاد الماغون هذا عرفتو غير الفورور ديالو، صراحه شي حاجه اللي واعره وطايح وزوين فنين. هادو كما قلت لكم راه تقدري تلبسيهم مع اي حاجه، كون عارفين كنكونوا معروضين كنبداو نلبسو مثلا كاب هكذا في اي لون، اولا كنلبسو مونطو فوق من البياسه ما كتجيش انيقه وهمويه ماشي بحال هاد لي كاب هادو. شوفوا لي هذا البيج، هذا جاني بحال الوينات ديال الكشطات. هانتوما شوفوا تبارك الله راه جابوا فيهم واحد الكميه كبيره كما قلت لكم، يلا دخلوا. هنا هذا النوار هذا لقيتو معلق في المانكان، شوفوا تبارك الله كيفاش كيبان واعر. هذا ثاني جاي بحال مخطط، هذا ديال لاسوا صراحه موديل زوين، اول مره نشوف هذا الموديل هذا واعر. الوينات فني، راه واخا رشمه وحده ولكن راه واعر حرير. شوفوا تبارك الله الشر كيداير، شوفوا واعر. صراحة الزواقة زوينة، أول مرة نشوف بحال الزواقة هادي، المهم فيه اللوينات. هاد من آخر بيصة تجي في هاد اللون ولا الأورانج، تلبسيه مع أي لبسة، المهم اللبسة تكون سامبل وتلبسيه مع أي لبسة. هاد الزرق فن تصاوب زوين، المهم داخل فيه الكري، فهمتيني هذا الأحمر الكري. زين عجبوني انا الزواقات الاولى للثانيه شي حاجه مختلفه.
شوف تبارك الله كي داير طايح زين الحرير الفري الفولار نفس كي لي فولار تاع مره كان تبارك الله واحد الاختيار كبير كيعوم بزاف على الويلات شوفوا شنو الناس كي دايره شنو هاد التمرات شي كامل اللي كنوريكم دابا ندير الجديد حصريين حصريين الفولار سيداتي هذا تاع واحد ليش كدير ماما الفولار شتي هذا فولار الناس اللي كيلبسوا الفولار عرفوا كله بلي زيستخاص شوفوا حريري كيفاش بحال الواقع الواقع راه شوف الخصيله تاعها هذا هو هذا بنجم كله ام بين جديد في مثلا ديال الكشخه تاع مصريينات يعني زوال كيفاش الزوقة فيها زوقة أخرى؟ حتى هاد الزواقة زوينة حتى لي كولوغ لي فيهم زوينين التوب ديالو طايح وكيتشوب في نفس الوقت بارد ماشي دوك اللي كيجيك فيهم الصاد أولا وكبار يعني كتلقي فيهم راحتك فيهم العرض والطول فيهم الأساسيين ثاني هذا ديال المناسبات راه تبارك الله عندهم واحد الاختيار كبير في هاد لي شال ديال المناسبات وكيجيو واعرين في البصا وطايحين شوفو شوفو تبارك الله واحد اللمعة فيهم فنين واعر كاينين هادو بحال هكدا كاينين لي سامبل كاينين في اللوينات يعني اي تقشيطة اي قطان كتلقاي الاختيار ديالك واعر واعر بالنسبة لي شال اولا المحلات ديال فولار سيداتي راه دائما كل سيمانة كل تلت ايام كيدخلو الجديد المهم كاينين تاني هادو هادو تاهما ديال المناسبات بحال دابا هادا تلبسي مع اي لون زبيون شوفو هادا شوف الثوب كيفاش داير كاين بالنمر شوف الثاني هذا هذا التو ديال المناسبات هذا ذهبي في هذا اللي زاد خاص البروز واش كيعجبوني لي شال هنا كيما كتشوفوا فيه العرض والطول مريح شوفوا هذا دوري هذا بيج زوين هذا التو وكاينين ثاني هادو ديال لي مارك انا هادو كيحمقوني خصوصا مع العصرين فني هادو فيهم غير اللوينات الاساسي شوفي وراهم حتى هذا ديال مالي كيعجبني هاد الكريب هذا بالنسبه للناس اللي كيزلق فيه كدير غير باندا من تحت راه ما كيتحركش ديك المزال فهمتي شفت بعدا تلبسي مع الكامير مع الموطار مع البيض مع الكحل شوفي هاد الكريم ديال التصاور غزال انيق شتو هذا اللي ما كاينش ما تبقاش بصح راه بصح
كاين هذا ثاني ديال الضيوف واعر حتى هو درتي مع البيض والكحل مع هذا البيج هذا صغير فيرساتشي شوفوا انيق ديال الماركه راه كيعجبوني حتى عليه ماك ما عرفتش علاش كيجيو انيق لا كيجيو مكلاص في اللبسه خصوصا تلبسو مع شي حاجه سامبل هكذا كيشوف في الماركه ما باش زوين كيجيو فيه لي كولور لي اساسي اللي غتلبسي مع اي حاجه شوفوا بحال هذا حتى هو واعر هذا بلون كاسي مع الكحل كريب زوين طايح طايح كاين فولار ديالو المهم بالنسبه لهادو اللي وريتكم دابا راه لي شالر كاينين حتى لي فولار ديالهم كاينين ثاني هاد لي فولار هادو شوفوا تبارك الله قداش شوفوا كيجيو مترونس كبار مترونس فيهم مترونس على مترونس شفتو تبارك الله ديال ماليزيا التوب ديالو رطيط ماشي اي كريب شي متفنن هذا مع شي جديليبه مع شي عبايه مع حتى بالنسبه للناس اللي دايرين هكذا الحجاب الشرعي اللي كتسد هكذا الشال غير هنا شوفي على البينات هذا دبر تلبسي مع شحال من لبسه شحال حاجه غتستغليه مع شي موف مع الغوص مع بزاف اللوينات صوره كبار المهم عنده العبار الكبير والصغير في التوا ديال لي شوفوا فيها لو تاو ديال كوتشي زوين هذا لبستي مع الكحل مع الخضر مع الاحمر مع البيج واعر واش مزيان وافد عليك كما بغيتي زوين هذا التاو ديال بحال داخل فيه النمر هذا مع غوز كوتشي التاو مع بزاف ديال اللوينات شي اللي كنوريكم دابا راه شويه من بزاف راه تبارك الله السلعه كثيره وكما قلت لكم راه كل شويه كيدخلوا الجديد انا كنشوف ملي كنتفكر ماما هاد اللي نخرج تاع الحضور هاد اللي ما عرفتش هذا هذا كي كيجي مع المارون ديجا عطينا الناس اللي جايبين الجاب لهم في المارون واعر كيطلع زوين تبارك الله كاين الاختيار ما يمكنش نصور لكم كلشي في فيديو واحد انتم شوفوا تبارك الله هادو بالنسبه لي شال هذا كريب حتى هما راه كبار ها انتم شوفوا قداش شوفوا كيجيو واعرين في اللبسه زواقات شي حاجه جديده شي حاجه مختلفه شوفوا هذا شوفوا غزال واعر هذا غزال فن شي حاجه في هذا البيج هذا يا سلام البيج ديالي زوين شوفوا هذا الزواقات ديالهم الزواقات زوينين شي حاجه مختلفه وما دايراش شوفوا هذا ثاني زواقات فنة شوفوا شوفوا الطرها تبارك الله هذا ماشي غتلبسيه مع كل شيء هذا راه ما تفيديش فوق راسك شوفي هذا هذا الثاني بالنسبه لي مارك زوين مع الخزي مع الزواقه زوينه وفيها حتى بزاف اللوينات كما كتشوفوا كاين ثاني هذا هذا حتى هو تلبسيه مع شحال من لون فيه لوينات فنين غزال حتى هو كما كتشوفوا ان شاء الله راه طويل مرتيط ما كيزلقوش صراحه كاع لي شالي كناخذ من عندهم سوا ليكرا الكريب ما كيزلقوش زوينين ما كيزلقوش تلبسيهم في البرد في الصيف فني شوفوا هذا ثاني سي ماشي شو نزاف شي شي اللي خدمتو مثلا ما بقاش غتعاود يعني ماشي ما فيش بزاف دابا هما كيجيبوا دابا بياسه غيجيبوا منا وحده ولا جوج يعني ما تلقيش وحده لابسه بحالك ثاني هذا عرفتي الوينات واعرين واعرين هادو كلشي هادشي اللي كنوريكم دابا يلاه دخل جديد واعر حتى هو كيجي انيق هذا في اللبسه كيجي كلاص عرفتي مع شي جديد يبقى في الكحل كيطلع ها كيطلع واعر حتى مع العصري يجي زوين العصري مع كلشي الموف ديالو خطير ثابت لبسي مع شحال من الموف الخضار السيتي الموف الموف كاين ثاني هاد الشانيل حتى هو عرفتو الوينات يا
حاجه اخرى بزاف ديال الناس كيديروها مثلا كتاخذي شي كوبو شي لون عاجبك بغيتي تصبي شي جليبه كتجيبي لهم الكوبو هما كتحطي كتختاري اللوينات اللي عجبوك بحال دابا هذا الشال مثلا خديتي مثلا جلابه في المطار كتدخلي معها هاد اللوينات في الخياطه ما كتعذبيش من بعد تولي تقلبي ليها الشال اللي غيجي ليها معها كتجي جلابه مواتيه كتجي زوينه بزاف ما كتعذبيش كما قلت لكم يعني كتحطها كتفصو والشال ديالك راه كاين عندك كاين ثاني هذا عجبني هكذا مع الجين شي شوميزه في الابيض غيجي غزاله طلعها كاين ثاني هذا لوينات فيه في هذا فيه لي كولور هذا واعر شتي كاين بلو ماري هذا الغوز هذا الابيض لا لا واعر هذا ما دار وريتكم دابا قصه البنت فيه لوينات واعر حاجه ما كتبان حتى كتلبس عاد كتبان صح خصوصا مع اللبسه ديالها داكشي لا غزال هذا بالنسبه لهاد القضيه اللي قلت لكم هي نيت دابا واحد السيده جات عندهم جات لهم هاد الفوشيه هذا راه كوبو كيف ما كتشوفوا جات باش تاخذ هكذا الشال من الاول كتاخذ الشال اللي عجبها راه باقي كيجبدوا ليها باش هي كتختار كيحطوا ليها ثلاثه اربعه انت كتختاري شنو اللي غادي يجيك مع الكوبو ديالك وكتدي الخيط كيحاول يدخل لك هاد اللوينات اللي كاينين في الشال هذا شويه باخر خطات ليه الموت هاد الفوشيه وانا دايما باش كيبان اوكي واه شوفوا هذا ثاني كوبو في البيج فحال البيج زوين هكا تبقى تلبس البنت باش تشوفوا كيفاش غادي تبان لك البنت بحال هكا هذا شوفوا هذا عجبني هذا واه هذا زوين هذا شويه لا لا هذا هو كاينين ثاني هاد لي شال هادو ديال هولندا هذا راه كتشوفوني كنلبسو في الكامل ارتو راه واعر 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 في اللبسه عندهم هكذا بلي زاز خاص وباش زوين كتقدري ديري هاد الفريفراس فوق جبهتك في القدام اولا الجهه الاخرى راه صافي كتجي مسوسه كطويها بحال هكا كطويها اييه واعر شوفوا اللوينات تبارك الله اللي فيهم وفيهم حتى هاد اللوينات هادو سامبل هادو سامبل الناس اللي ما كيبغوش لي زيست خاص عرفتي بحال دابا يكون عندك غير البيض والكحل والبيج غتلبسيهم مع اي حاجه بحال هاد البلوت جين تا هو شوف هذا واعر كيبسيها كلشي عصر كيعجبني هذا في اللبسه كنلبسو بزاف بزاف وما كيخلقكش وري هاد اللوين الكريفي بلو مارين فيه البياض بلونكاسي فيه لوينات فني فيهم لوينات زوينين المهم هذا كيقولوا لي شال هولندا ياك اييه شال هولندا وكاينين ثاني هادو ديال الكشخه زوينين هكذا بلي زيست خاصه وما فيهم لوينات زوينين هادو لوينات اساسيين كيتلبسو مع اي حاجه انا نحل لكم واحد الموديل بحال هكا فيهم الزواقات مختلفين فهمتي فيه الزواقات مختلفين نورك هاد الكحل هذا الكحل زوين حمقني شار الكحل بحال هاد زيست خاصه كحل الكحل وين فيه زواقات بزاف هذه هي زوينه بلي زيست خاص هذه عاوتاني هذه لا يعلى عليها حتى نقولوا واعر كتجي فنه ارسو تبر 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 طايح وكما قلت لكم كاع لي شال راه فيهم الطول والعرض حتى هنا حتى هادو راه كاينين لي كولور وفيهم زواقات خويا فيه جميع الالوان فيه جميع اللوان زوين هاد الناس فيهم زواقات عاوتاني غزال هذا واعر واعر هذا تلبسيه مع الجين تلبسيه مع البيض تلبسيه مع بزاف ديال الالوان شي هذا اللون هذا زوين تا تلبسيه مع شحال من حاجه الوان اساسيه غزال شوفوا تبارك الله الزواقه ديالو خطيره كلشي على الثوب الجوده تبارك الله شوفوا شوفوا هاد الزواقه كي دايره كيجي زيست خاص هكذا كبار وصغار بصح المهم هادو كيما سمعتو قال لكم فيهم 15 لون ولكن راه توب شي حاجه واعره شوفوا هاد البيج تاعو هو زوين فن زوين واعر
شوفوا لي هذا الكحل هذا شحال واعر، انا راه كيحمقني شارف الكحل، سواء تقدري تلبسيه مع اي حاجه مع كل شيء، وكل زواقه راه فيها كاع اللوينات ديالها، زواقه مختلفه مختلفه اي زواقه فيها كاع الجوج. وهذا هذا هو ديال هولندا اللي قلت لكم، شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي في اللبسه. المهم درت زيت فوق زيت، شفتوا كيفاش كيجي زويون وثابت، راه ما كيزلقش، وكيجيو هاد الفريك راس الماما. بالنسبه لهذو تقدري ديريهم هنا، تقدري ديريها كميه كيما درت انا. المهم جيت تلاقيت مع الغداء عند فولار سيداتي تبارك الله، تهلاو فيا. واش تلاقيت مع الغداء؟ ماشي تهليتو فيا الغداء ديالكم نورمالمون. رزقي عرفتي توحشت، وحت تبارك الله كيبان بنين خديجة. المهم دابا راه يلاه رجعت للدار، راه ظلام الحال حيت مشيت شحال من بلاصه دزت عند ماما. ايوا واحد الفقصه خرجت ليا من الجن، ما عرفت ديك السيمانه ما عرفت لمن قلت، ما عرفت لمن قلت 12 عام وانا كنسوق، عمرني درت شي بروسي او لا عمر كانت عندي شي مخالفه. ايوا اختكم يلاه خلصت واحد البروسي، ما عمركم تشكروا راسكم. دابا انا جايه من بين انزكان وبن سرقاو، ايوا الناس وقفوا في الفروج وانا مكمله الطريق، ما عقت باش نشوفوا العيا شنو كيدير. عييت اليوم فقت بكري ومشيت لشحال من بلاصه واخا ما صورتش لكم كلشي. ايوا جايه والناس واقفين في الفروج وانا مكمله الطريق، هو يقول لي اجي لهنا. ايوا صافي اختكم خلصت بروسي على سعدي وعدي، ما تبقاوش تشكروا راسكم. المهم غندخل ان شاء الله للدار ونشارك معكم شنو خديت من عند فونار سيداتي. رجعت معكم. المهم يلا دخلت دابا للدار، جيت هكذا نشارك معكم شنو خديت من عند فونار سيداتي. هو صراحه خديت دي شال لي سامبل لان عندي اغلبيه مزوقين، كنبغي دائما هكذا شي حاجه سامبل. المهم بالنسبه للعبايه ديالي راه ما لبستش ليها التحتاني ديالها، اختاريت ليها هذا الشال هذا، غادي ندير ان شاء الله بوني لتحت في الابيض. المهم هذه ديال الحضور شفتوا، راه هو هذاك اللي صورت لكم فاش لبساتو البنت، هذاك اللي خديت مازال مع العبايه. هانتوما العبايه كاع ما قيستها لكم، شوفوا في الصاله شوف. المهم بعدا راه مكمشه ويلي ويلي ويلي، ما بقات في الصشيه العشيه كامله. شفتوا في الصاله كي دايره، كتجي كدير لك ايفازي وكدير لك من هنا لتحت كلوش شفتوا، وباقي راه قلت لكم مكمشه. هانتوما تلبس ان شاء الله التحتاني ديالها وناخذ ليها السنيديله ديالها والصاك ديالها ونشاركها معكم ان شاء الله، نشاركها معكم في مناسبه قريبا. وصافي هكذا كتجي. دابا غادي ندوز نشارك معكم شنو خديت من عندهم. كما قلت لكم ركزت على لي شال لي سامبل لان عندي بزاف. هنا خديت هذا الشال، هذا الشال كيقولوا ليه شال هولندا. المهم هذه هي السميه اللي مسمين هما، عرفتوا واعر. انا داك اللي عندي زوين راه ديجا واخداه من عندهم، غير هو هذاك اللي عندي شي شويه كبير بزاف، هذا قصير وفي هاد الفريفرات هادو كيف ما كتشوفوا. هانتوما فيه شويه ديال الزاستخاص، عرفتوا هذا حمقني كيعجبني بزاف. غنوري لكم ها هو كنلبسو بزاف، هذا عرفتي واعر واعر في اللبسه، عرفتو شحال من مره كنلبسو زوين، كنلبسو مع شحال من لبسه مع شحال من كسوه. هذا فيه شويه ديال الزستخاص وكيجي هكذا مفرفر، واعر واعر. المهم خديت هذا اللوين هذا كيف ما قلت لكم، خديته في الكحل، ودابا نوريكم اللوين الثاني. وهذا هو اللوين الثاني اللي خديت فيه، شوفوا كي داير، هذا ابيض. المهم بزاف منكم كتقولوا لي راه كيجي معك الشال في البيض، صافي خديت هذا زويون ومبرد. باش قلت لكم باش زوينين هادو تقدري تلبسيهم في الصيف في الوقيته ديال البرد، كيجيو زوينين ما كيزمتوش، وهذا وما كي ما كيزلقوش. وخديت كذلك هذا الشال هذا. بالنسبه لهذا فيه واحد الزرق غادي يجي واعر مع شي جاكيطه ديال الجين، شي كسيوه في هذا البلوغوا اولا داك شي جينيس غادي يجي معاه زوين زوين. انا صراحه الكريب كنرتاح فيه وما كيزلقوش لي الصراحه، عندهم دي شال واعرين يعني لبسيو وعارفه شنو لابسه. وكما قلت لكم بالنسبه للفولار سيداتي راه اي بياسه اي بياسه خديتها من عندهم ما كتلقايش وحده لابسه بحالك. شفتوا هذا كيفاش كيجي، عجبني زويون. وخديت حتى هذا، هذا ديال ديوغ. شوفوا انا راه كنحمق على لي شال ديال لي مارك، ما عرفت علاش هذوك ديال لي مارك كيجوني انيقين. المهم خديت هذا ديال ديوغ هذا باش يعجبني، فيه واحد البيج زويون، هذا شي جليليبه في النوار دخلي معاه هكذا صاك في البيج، شي شوميزه في هذا البيج هذا عجبني صراحه فن. وكما قلت لكم راه ما كيزلقوش، بالنسبه للناس اللي كيزلقوا لهم هاد لي شال ديال الكريب راه كدير غير باندا بحال هكا اولا بون راه ما كيبقاوش يزلقوا لك. شفتوا
دابا ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الحاجه اللي زوينه شحال وانا باغاها. اكثر حاجه عجبتني في هاد المشتريات هادو هو هاد الكاب هذا، عرفتو حمقني تبارك الله، جايبين واحد الجديد اللي واعر. المهم ستوش علاش الدراما مقداش، عرفتو دخلت عيانه لبست هكذا الشال، هاد الشانيت ديال المناسبات راه واخداه من عندهم، عرفتو شحال مره صبنت هذا، كنجي من المناسبه كنصبن. ولكن غير نصيحه، اي شهر من عند فولار سيداتي غير تدوي زابليت، ما ديريش في الماكينه. شوفوا لي هاد الكاب هذا، انا راه طبوزه وشوفوا راه جاني زوين، يعني هذا كيجي معاك كيف ما كنتي، غليظه رقيقه كيجي زوين. راكم عارفين ملي كنكونوا في شي مناسبه او لا شي عرس، صافي كتخرجي البرد او لا كتدخلي به مثلا كيكون البرد، كتجي ناقصه تلوحي كاب هكذا في اي لون او لا شي مونطو اولا، هذا كيجي هماوي كيجي انيق. وعلاش انا خديت البيج؟ لان اغلب الطكاش اللي كنلبسو كيكونوا مخدومين بالضوغي بالبيج، وديجا بحال نيت هذا الشال هذا كيف ما كتشوفوا زوين صراحه، ولا تلبسيه فوق من شي غوب كيبان واعر. وبالنسبه لهادو راه عندهم في النوار في الابيض في البيج، انواع ديال البيج، وعندهم كذلك في واحد الماغون واعر، راه صورتهم لكم كما شفتوا معايا، عرفتوا عجبني عجبني ورسحيت فيه، جي هكذا انيق، تقدري تتبقاي بها هكذا في المناسبه ولا كسيوه كما قلت لكم شي غوب هكذا تكون ديال الحضور او لا شي قفيطين، وجاك البرد كتلبسيه بحال هكا وصراحه دافي وزوين. المهم هادو كما قلت لكم مخدومين بالفورير، حمقني ويحتاتهم قولوا لي كيفاش جاكم. وكيجي فيه هذا البروش هذا بحال هكذا، وكيجي هذا الكول تا هو كيف ما كتشوفوا، شفتوا الكول كي داير كيجي هكذا واقف، شفتوا عجبني صراحه. والله الا شحال انا باغا شي كاب بحال هذا، ما بانوا لي في اكادير، صافي تلاقيت اليوم مع الجديد لقيتهم يلاه جابوهم. ش هانتوما كيجي حتى لهذا الشكل، حد ديال الكريشه شفتوا، وراكم كيفاش كيجي من الورد، شفتوا كيجي هكذا طويل من اللور، كيجي هكذا قصير شويه من القدام، زويون جي هكذا كلوش، والله الا عجبني عجبني واعر. ايوا هنا جيت خويت هكذا المجوره ديال لي فولار ولي شال ديالي كاملين. هنا بديت كنحيد في لي فولار، ما بقوش كيعجبوني بزاف، صافي ستفتهم هكذا طويتهم. راكم عارفين ملي كنجيبو شي حاجه جديده كنكونوا فرحانين بها، كنبغيو نحطوها نستفوها. صافي هذا الاول درت فيه غير لي كرا سامبل اللي كنلبس تقريبا كل نهار. بالنسبه للثاني درت فيه كاع لي شال اللي مزوقين، هادو كاملين كنلبسهم بزاف مع العصري. كما قلت لكم هادو مزوقين ديال الكريب. والمجر الثالث دايره فيه لي شال ديال لي زستخاس ديال المناسبات. انا بالنسبه لي صراحه ما كنعلقهمش، بالنسبه للجليلبات كسيوات كلشي كنعلقو، بالنسبه لي شال كنطويهم وكندير هكذا شي معطر. وبالنسبه لعشوتنا اليوم دخلت دغيا زربت لهم هكذا على هاد البيتزات هادو، حيت لقيت الدراري جالسين كيتفرجوا، صافي شفتهم هكذا بيتزات، حطيت شويه ديال العصير والديسير، كانت هادي هي عشوتنا. وبالنسبه لفولار سيداتي راهم كيديروا التوصيل المغرب كامل. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ما تنسونيش من لايك والتعليق الزوينه ديالكم.